السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نبداو الوصفات ديال رمضان. غادي نشارك معكم هذه الحلوة اللي كتجي لذيذة بزاف، معلكة سهلة، مقادير اللي هما موجودين متوفرين وطريقة زوينة بزاف. تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله غادي تعجبكم وتجربوها. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم كيف ما العادة خليو ليا التشجيعات ديالكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله نبداو بتحضير ديال العجين. بطبيعه الحال غادي نحتاجو له هنايا 500 غرام لنص كيلو ديال دقيق ابيض. استعملت دقيق خاص بالحلويات. عندنا واحد جوج معالق كبار ديال السكر خشن عادي، جوج معالق كبار ديال ياغورت طبيعي بدون سكر. غادي نحتاجو هنا واحد ثلث كاس خليط زبده وزيت، زبده مذوبه، ملح ومعلقه ديال الخل والماء باش غادي نعجنو كلشي. بالنسبه للماء عندنا تقريبا واحد 230 مليلتر بحال هكاك تقريبا. مهم غادي نوريكم القوام ديال العجينه كيفاش خصو يكون. كنديروا ديما حفره في الوسط نديروا فيها المكونات ديالنا كاملين وندوبهم مع بعضياتهم. هاد العجينه ما غاديش تدلك، يعني كندوب دوك المكونات باش نجمعوا العجينه ديالنا بلا ما نبقاو ندلكوا فيها. فصافي كنوضع جميع المكونات، نبدا نجمع بالماء. يستحسن الماء يكون دافي باش العجينه دغيا تطلق ليا من بعد فاش نجمعها. كنستعمل يدي كنجمع عجينه اللي كتكون رطبه كتشبه العجينه ديال المسمن ولكن ما كتكونش جاريه وما كتكونش كتلصق، يعني متماسكه في نفس الوقت رطبه. هذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه. ما كندلكوهاش كما كتشوفوا، راه ماشي ملسه، غير نجمعوها. غنخليها واحد 5 ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق. من بعد كنبدا كنقسم فيها، كنحاول هكا نروليها شويه فوق من الطبله ديال الخدمه، وغادي نقسمها على 5 ديال القطع. نحاولوا نديروا كل قطعه قد الاخرى، ولا ما قدرناش نستعملوا الميزان الا كان عندنا باش نجيبوا نفس القياس للقطع كاملين. اذا كنقسموها على 5 وكل قطعه كنشكلوها كره نحطوها في شي طبصيل ولا في هاد اللوحه ولا هاد الكراده اللي غادي نرشها بشويه ديال النشا باش ما يلصقوش ليا. وغادي نغطي عليهم مزيان بواحد البلاستيك غذائي ونخليهم على جنب في حراره ديال المطبخ يرتاحوا مزيان باش نقدروا نخدموا بهم. وفي هاد الاثناء نمشي نوريكم شنو غادي نديروا في الحجوه. قبل ما نكملوا غادي نشارك معكم هاد الطحانه اللي وصلتني من عند كويزين مول. وكويزين مول واحد الموقع وواحد لاباج اللي كيديروا او كيبيعوا الالات الكهربائيه وداكشي اللي كيخص السيده في الدار ديالها. فانا وصلتني هذه اللي الحجم ديالها ديال 250 غرام، راه فيها احجام كبر كنظن ديال 350 غرام وديال 500 غرام. آلة طحن التوابل، وانا بالنسبه ليا غادي نستعملها باش نحضر العقده اللي غادي نعمروا بها هذه الحلوه اللي غادي نطحن فيها انا الجنجلان واللوز كما غادي تشوفوا معايا. فغادي نجربها معكم باش تشوفوا. هنا الشكل ديالها كيجي بحال هكا وكتجي بحال شكل ديال كوكوط صغيره، وكتجي مع هذا الكادو ديال بانسو ولا ديال شيطة ديال سيليكون كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما حيدتها. انا غادي نستعملها لاول مره كيف ما غادي تشوفوا معايا. فالشكل ديالها هكا، يعني الغلاقه بحال ديال الكوكوط، وكيجيو معاها هاد الشيتا هادي ديالها وداك المواس اضافيين ولا شفرات اضافيين وهاد الكتيب الخاص بها. فهنا كنحلها لكم. وبالنسبه لي انا كيف ما قلت غادي نطحن فيها غادي نصايب فيها العقده ديال الجنجلان واللوز اللي غادي ندير في الحشوه ديال هاد الحلوه، وغادي نجربها معكم كيف ما غادي تشوف. بالنسبه للعقده غادي نحتاج فيها الجنجلان، ربعه ديال الجنجلان وربعه ديال اللوز. تقدروا ديروا غير واحد فيهم ممكن، شخصيا كيعجبني نخلط ما بيناتهم كتجي حشوه بنينه. بجوج بهم كنحمروهم، انا حمرتهم في اير فراير، تقدروا تحمروهم غير في الفران. غنحتاج سكر سنيده ولا سكر كلاصي، وغادي نحتاج واحد جوج معالق كبار ديال الزبده، وغادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، واحد المعلقه حتى جوج معالق كبار ديال الماء الزهر باش نسم. كيبقاو اختياريين. اللوز والجنجلان ديالي راهم باردين فكنطحنهم من بعد ما كيبردوا. كما كتشوفوا ضعت اللوز في الطحانه، ما درت معاه حتى شي حاجه، وغادي نحاول انني نطحنو حتى يتعلق شويه، ما تخليهوش يتلق بزاف الزيت، غير بحال يتعلق صافي وكنحيدو.
بالنسبة لهاد الطحانة ف صراحة طحنة طولي من داكشي الرفيع دغيا دغيا ثواني، كان اللوز مطحون وكان بدا كيتعلك، فانا درت ليه جوج ديال الطحنات يعني حليت وعاودت نزلت دوك البقايا اللي كيكونوا طالعين من الجناب وعاود رجعته وطحنته. هنا واخا ما كيبان لكمش مزيان او ما كيبان لكمش لان ما كتوريش شنو كاين لداخل، ولكن راني خدمتها كما كتشوفوا. هنا غادي ننزل الجوانب ونرجع نطحن. صراحه كتطحن مزيان مزيان، يعني لو خليته غير واحد شويه راه غادي تطحن يولي لي بحال البخاليني مثلا، لان كنعرفوا اللوز يعني فيه الزيت، وإلا طحناه بزاف راه كيتعجن ولا كيطلق داك الزيت ديالو، فانا ما بغيتوش حتى كيولي هكاك سائل. فكما كتشوفوا راه تعلك وطحناتو مزيان مزيان، صراحه ممتازه. الا بغيتو تاخدوها غادي نخلي لكم اللين ديالها لتحت، وفيها احجام مكبر من هذه الا كنتو مثلا بغيتو محتاجينها يعني الكميه كبيره. حيت عفوا اللوز وغادي ندير الجنجلان. تقدروا ديروا حتى كاوكاو، بما انني فكرت راسي تستعملوا الكاوكاو الا ما بغيتوش ديروا اللوز، الا جاكم الا بغيتوا حلوه اقتصاديه اكثر ديروا كاوكاو مع الجنجلان راه كيجي لذيذ. نفس الحاجه نفس الطريقه ديال الطحن، هو الجنجلان ديالي مطحون غادي نزلوه مع اللوز، وغادي نزيد عليه بقيه المكونات اللي ذكرت لكم من السكر الزبده القرفه، نعجن كل شيء مزيان مزيان، وعاد في الاخر نسم شويه ديال الماء ديال الزهر على حسب الذوق ديالي. صافي هي العقده ديالي، من بعد ما عجنتها مزيان كنزيد لها واحد جوج معالق كبار تقريبا ديال الماء الزهر. تقدروا ديروا غير روح ديال الماء الزهر الا كيعجبكم، يعني المذاق ديال الماء الزهر مجهد. المهم هنا كنكمل كندخل داك الماء الزهر في العقده، وصافي هي وجدة كيف ما كتشوفوا زوينه بزاف رطبه. تقدروا ديروها باي نوع ديال الحلويات المحسنه ديالكم. كنلويها بلاستيكة وندخلها الثلاجة، خليها في الثلاجة باش تبقى متماسكة، ونرجعو عند العجينة باش غادي نبداو كنخدمو بها ولا نورقوها. كنرشو شوية ديال النشا، انا غير خرج ليا بزاف ديال النشا بديك ديك اللعبة اللي كيرشو بها الدقيق، لانكم عارفين النشا هو اللي كيكون رطب بزاف، ولكن نتوما ما تكتروش بزاف بزاف النشا كيما درت انا. رشيشة خفيفة وبداو كتلقوا في العجينة ديالكم على هذا الشكل، هذا كتلقوها على شكل مستطيل. غادي نرشوا بشوية ديال النشا، وغادي نرشوا كذلك بالزبدة. علاش كنرش الزبدة لداخل؟ لانه هكا ديك الزبدة كتقتل لي داك النشا، ما يجينيش في المذاق ديالو في الفم او في الماكلة، فكنرشها كزبدة لداخل. عاد من بعد غادي نديروها فاش نبغيو نطيبوا الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا رشيشه خفيفه، وكنطوي هذا المستطيل على جوج وكنحطو على جنب، ونكمل بنفس الطريقه. وفاش غادي نطلق واحد الكره اخرى غادي ندير وسط منها ديك اللي طلقت في الاول، فتبعوا معايا الطريقه راه سهله بزاف. كنبقاو مستمرين بحال هكا حتى كنساليو دوك الكويرات كاملين اللي عندنا. في الاخر غادي نحصلو على مستطيل اللي فيه 10 ديال الطبقات. طريقه سهله، كنحطوه فوق من ديك الكراده ولا في داك البلاطو اللي استعملنا في الاول، ونخليوه في الثلاجه حتى غادي تمسك لينا الزبده وحتى غادي ترتاح لينا العجينه، ونقدروا نخدمو بها من بعد نعمروها بكل سهوله. المهم دائما كنغطيو العجينه ديالنا مزيان بلاستيك باش ما تنشفش لينا ودير لنا قشره من برا. صافي غادي من بعد ما ترتاح ومن بعد ما كتشد ليا مزيان ديك الزبده، غادي نرش شويه ديال النشا، وغادي نرجع نطلق العجينه بالدلاك على شكل مستطيل اللي كيكون كبير، ما نرققوهش اكثر من القياس باش يبقاو الطبقات، وفي نفس الوقت ما نخليوهاش غليظه باش ما تجيناش حلوه معجنه من الداخل. فاش كنوصل للسمك المطلوب كنحيد دائما هاد الجناب هادو، حاول انني منحيدش اكثر من القياس يعني غير شويه. من بعد كنجيب ديك العقده اللي شكلناها على شكل حراب اللي كيكونوا شويه صغار باش نقدو نهزوهم بكل سهوله بحال هكا، ونقادوهم
بهذا الشكل هذا، وحنا كنخليه واحد الجانب ديال العجين من تحت اللي غادي نلويوه ونطلعوه فوق من العقده ديالنا. فكندير هكا العجينه ديالي او كنديرها فوق العقده بشكل طولي بحال هكا على الطول او على العرض كامل ديال العجينه. وهنا كنبدا كنلوي العجينه على العقده بهذه الطريقه بحيث نخليه واحد او نلوي نطلع العجينه واحد شويه. المهم نتمنى تكونوا فهمتوني. المهم العجينه خاصها تطلع واحد شويه الدور على العقده كامله باش هكا ما كتحلش لينا في الفران، وفي نفس الوقت ما تجيناش العجينه غليظه من التحت. فكندوروها غير واحد شويه بحال هكا، وكان يعني ديك الفتحه خاصها ضروري تكون لتحت باش تبقى مسدوده لينا وما تحلناش في الطياب. هنا كما كتشوفوا كنقاد هذا الحربول ديالي، كنقرصوه واحد شويه وكنحطو في اللاطه ديال الفران. بالنسبه لي انا اللاطه غادي ندهنها بشويه ديال الزبده، ما غاديش ندير لها الورق، ما كتلصق ما والو، وصافي كنكمل بنفس الشكل حتى نسالي العجينه ديالي كامله. صافي هنا من بعد ما ساليت غادي نحاول انني نقطع الحلوه ديالي هكا على شكل بحال هذا الشكل هذا، ولا تقدروا ديروها بشكل مائل بحال البقلاوه اللي بغيتو. وفي هذه الاثناء الفران ديالي ضروري يكون شاعل كيسخن، سخنته على 200 درجه. ومهم دائما ضروري تكونوا تعرفوا الفران ديالكم، لان انا الفران اللي كان عندي قديم، بزاف ديال البنات يعني اللي متبعيني في انستغرام غادي يعرفوا انا فراني جديد ناقص في الحراره على هذاك اللي كان عندي. فانا سخنت هذا على 200، والحلوه ديالي كنحاول نفلحها شويه من الفوق هكا غير تزيين، ما بغيتوش تفلحوها ماشي ضروري. مهم استعملوا شي موس اللي يكون ماضي ولا شفره اللي كتكون ماضيه. انا هذه كنت خديتها من واحد الموقع صيني، كتصلح التفلاح ديال الخبز، ولكن زوينه هكا فلحت بها الحلوه. وصافي في الاخر قبل ما ندخل الحلوه ديالي للفران خديت الزبده اللي درتها بغنوازات، تقدروا تذوبوها غير عادي، المهم تصفيو من هذاك الحليب. بغنوازات كتعطي واحد المذاق اللذيذ وكتعطي اللون محمر اكثر. هنا زدت عليها شويه ديال الزيت، كنخففها بشويه ديال الزيت باش ما تجينيش مجهده بزاف. فبالنسبه للزبده نحتاجوا تقريبا واحد 100 غرام ديال الزبده. كيف ما قلت ما بغيتوش تحمروها، ديروها غير هكاك مذوبه. المهم حيدوا منها ضروري داك الحليب اللي كيبقى فيها، الا خليتوه غادي كاع يتحرق لكم في الوجه ديال الحلوه والمنظر ما يجيش زوين. فالمهم كنصفيوها تماما من داك الحليب اللي كيكون فيها، ندخلوها للفران. كيف ما قلت كان مسخن على 200 درجه، من بعد نقصت له على 180، وعاودت دهنتها في النص ديال الطياب باش هكا كتجيني مقرمشه اكثر وتجيني محمره مزيان. وهي باقا سخونه كنخرجها من الفران كنسقيها. انا هنا درت سيرو وزدت عليه واحد جوج معالق كبار ديال العسل غير باش يجيني هكا باش يعطيني داك اللون وداك التحمر. بالنسبه للسيرو غادي نخلي لكم شنو درت فيه لتحت. كنسقي الحلوه ديالي وكنرجعها للفران هو سخون ومطفي، ونخليها تشرب ليا داك السيرو مزيان. ما تكتروش من السيرو، خصو ضروري يكون بارد باش ما تجيكمش الحلوه معجنه، ضروري يكون بارد. صافي خليوها تشرب وتبرد على خاطرها، شحال ما بردات شحال ما جاتكم لذيذه اكثر، وقدموها بالصحه والراحه، راه كتجي لذيذه بزاف ومعلكه. واكيد كيف ما ديما ضروري نوريكم الحلوه كيفاش جات من الداخل. كتجي معلكه مقرمشه بنينه بزاف. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وتجربوها ان شاء الله لرمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم وعلى الوفاء في القناه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.